أنا عندما أعرف من هي الزهراء سلام الله عليها، أعرف من هي فاطمة، وإن كان المعرفة محدودة لكن هذه المعرفة تنقلني إلى أجواء أني أدافع عنها بأبي وأمي، وأني أنشر صوتها إلى العالم لأنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. أنا أذكر في جنوب أفريقيا جاءت فتاة أسلمت وقالت غير اسمي، فأنا لاحظت قلت لها اسمك فاطمة، طبعا هي ماخذة شاب من المؤمنين وتزوجته وهي مسيحية فجاءت حتى تسلم وزوجها معها شاب طيب مؤمن، قلت اسمك فاطمة، أولا بكت لأنها، بعد ذلك قالت أنا من دون أن أعرف هذا الاسم ومعناه أخذتني حالة من الخشوع ما كنت أعرفها من قبل، ولكن ممكن تقول لي من هي فاطمة؟ هالمرة أنا استعبرت والدمعة ظهرت من عيني، قلت إنك تسألين عن سيدتك وأنت لا تعرفينها لأنها سيدة نساء العالمين وأنت من نساء العالمين، فهي سيدتك وأنت لا تعرفينها، التقصير علينا نحن مقصرون بهذا الباب وفي هذا المجال سبحان الله. وصرت أتحدث معها أن الله تبارك وتعالى جعل الزهراء النموذج والنمط والأسوة والقدوة الحسنة لكل الرجال والنساء في العالم، فأنا إذا عرفت الزهراء سلام الله عليها يجب أن لا أفرط في حقها، لأن التفريط يأتي من الجهل وهذه مصيبة حقيقة. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، تقول هذه النفس. فأحب أن أعرض عليكم أحبتي ثلاث نقاط سريعة تأملوا إليه. الزهراء روحي فداها امرأة استثنائية بتمام معنى الكلمة، يعني لما تقول استثنائية حقيقة هذا شيء واضح، الله سبحانه وتعالى حفظها في الجنة، لم ينزل نورها إلا في صلب أبيها رسول الله، وقد مرت الإشارة إلى ذلك. لاحظوا المسألة، هي أول من يدخل الجنة بإجماع المسلمين كلمة واحدة، ولما تقرأ خبر أهل البيت يذكرونه وخصوم أهل البيت يذكرونه لازم تفكر فيه، لأنه الذهبي في ميزان الاعتدال وفي صحاح المسلمين يذكرون هذا الخبر أن أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمد. وهذا يعني على الظاهر أنه أول شخص يكون الرسول صلى الله عليه وآله، لكن لاحظوا المسألة أنها هي روحه التي بين جنبيه، هي قلبه، هي مهجته. هذا يعني هذه قضية يجب على الإنسان أن يلتفت إليها ويركز عليها. ذاك الصحابي الجليل اللي هو ربط نفسه في السارية في المسجد لبابة وبقى قال أنا أخطأت فربطت نفسي إلى أن يتوب الله علي، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة فنزلت التوبة على أبي لبابة، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله لأنه رحمة للعالمين، فقالت له أم سلمة تبسمت يا رسول الله؟ قال لقد تيب على أبي لبابة، يا ابنتي يا فاطمة اذهبي إليه وحل القيد منه. بالمسجد موجود، على المسجد كله واضح، والزهراء بحجابها روحي فداها. فجاءت الزهراء بأبي وأمي ودخلت حتى تحل القيد أو الحبل تفكه عنه،
قال سيدتي لو جاء أبوك لكان أحسن. فرجعت الزهرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: بني فاطمة رجعتي؟ قالت: قال لي أبو لبابة لو كان أبوك لو جاء أبوك لكان أحسن. بمجرد أن سمع الرسول هذا الكلام فاضت عيناه بالدموع، هذه أسرار أحبتي. وجاء إلى أبي لبابة قال: يا أبا لبابة، ألي فاطمة تقول هذا القول؟ أما علمت أنها بضعة مني؟ ما تعرف أنها بضعة مني؟ لذلك كان يبكي عليها بأبي أمه. تقول له: لا أبكى الله عينيك يا رسول الله. يقول: أبكي لما يحل بك من بعدي. هي وأبناؤها حبيبي، هي وأبناؤها. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن. والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن. والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني. وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني. بعد ذلك يقول: وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها عليك أقص إذ كلفتني. أمصيبة التوديع يوم خروجه إذ قال: يا جداه عندك ضمني، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابغين. إلى أن يقول له هذا الرواية حقيقة، هذا الرجل الدمستاني رحمة الله على روحه الطيبة حقيقة كان موفقا. يقول له: بني حسين، ولدي ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث. هذه الصور التي ينقلها الشيخ حسن الدمستاني عرضها رسول الله على الزهراء سلام الله عليها، صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك أجهشت في البكاء، كانت ما ترقأ لها عبر. شوف هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الزهراء طاهرة مطهرة معصومة، الذي يشك في عصمة الزهراء يخرج من الإيمان حبيبي، مجرد الشك في عصمتها، إذا واحد يشك يخرج من الإيمان. الزهراء معصومة بنص القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبنص حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا. شوف العبارة حتى يرد علي الحوض. إذا الزهراء ما كانت معصومة افترقت عن القرآن، إذا أهل البيت ما كانوا معصومين افترقوا عن القرآن، والرسول يقول لن يفترقا، والقرآن كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بارك الله فيكم، لاحظوا هذا المعنى. لذلك هي تقول: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدوا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. فهي لا تقول غلط ولا تفعل شطط، قولها معصوم ما فيه خطأ، وفعلها كذلك وعملها كذلك بأبيه وأمي. فهذه النقطة لاحظوها جيدا أحبتي.
بعد ذلك النقطة الثالثة، الإمام العسكري سلام الله عليه يقول: نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. شوفوا. كل ذلك حتى صورة الزهراء تكون واضحة في قلوبنا وفي عقولنا، وأنها لم تعمل شططا، لم تفعل شططا، ولم تقل غلطا، وأنها مظلومة ومهضومة، وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها وأخذوا منها فدكا، وفدك إلها للزهرة، فدك نحلة،